تابعنا كلنا من أيام حدث مهم جدا، وهو أن المدينة الأقصر استلمت الشعلة لتكون عاصمة للثقافة العربية لعام 2017، وبالمناسبة دي أقيمت احتفالية كبيرة حضرها وزير الثقافة حلمي النمنم. طبعا كاميرا الجولة الفنية حاضرة الاحتفالية، وقابلنا المخرج الكبير خالد جلال وكلمنا عن تفاصيل فعاليات المهرجان وعن الحفلات اللي هتتعمل في الأوبرا المصرية بالمناسبة دي. اليوم متقسم لثلاث أجزاء، في جزء في الأول هيفتتحوا فيه معارض للحرف التراثية مقدمها صندوق التنمية الثقافية والثقافة الجماهيرية ومؤسسات من المجتمع المدني موجودة جوه مقدمة يعني معروضاتها. دار الأوبرا المصرية عاملة حفل كبير للفنان مدحت صالح والفنان محمد جبالي، هم اختتموا في صفاقس عاصمة الثقافة العربية بالمطربة أنغام والمطرب صابر الرباعي من مصر ومن تونس، وإحنا هنا بنفتتح أيضا بمحمد جبالي من تونس و أستاذ مدحت صالح من مصر. في ضيوف كتيرة جدا في مهرجان السينما الأفريقية من كل الوطن العربي ومن الدول الأفريقية كتير جدا، ومن أهم المخرجين في عالم السينما في أفريقيا ومن أهم النجوم المصريين كمان. يعني في حفل افتتاح كان في أستاذ محمود حميدة والأستاذ البليبة والأستاذ إلهام شاهين والأستاذ ليلى علوي والأستاذ محمود حميدة، مجموعة كبيرة جدا من الفنانين والدكتور محمد العادل، ويعني ضيوف المهرجان كانوا كتير جدا في لحظة تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله ومجموعة من المكرمين اللي كانوا موجودين. يعني كانت حفلة رائعة، وده يعني أنا أعتقد أنه بداية عودة لحراك كبير في منطقة الأقصر، لأن الأقصر السنة دي عاصمة للثقافة العربية وأسوان عاصمة للثقافة الإفريقية، فيعني أعتقد أنه هيكون في حراك رائع في الحركة السياحية في الوقت ده.